بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حضرة المباشر، السيدة زليخة تطلب أن تحضر عندها. فلنذهب. فلتحيا السيدة زليخة. فليحيا مباشر قصرنا الشاب والجميل. أرى أنك ما زلت تزهد بالنظر إلي يا يوزرسيف. لقد استدعيتك إلى هنا لأكرر على مسامعك طلبي مرة أخرى. لا تكرري هذا، لأن جوابي لم يتبدل. أما زلت مستاء وغاضبا مني؟ أعتذر عما بدر مني ذلك اليوم.
معاذ الله أن أقرب الفاحشة أبدا وأنت لن تنالي مرادك. ألا تعرف أن زليخة لا تفقه معنى كلمة لا؟ أنا أهواك كثيرا ولن أتوانى عن فعل أي شيء حتى أنال منك الذي أصبو إليه. إلى الحد الذي تذيقين فيه طعم النار؟ لن تذوق النار، لا، لكنك ستدخل السجن. لا تجبرني على ذلك. اعقلي يا امرأة، كفاك تشهيرا بي وبنفسك أمام الملأ. الموقر بوتيفار لم يسئ إلينا بشيء، كفاك تلاعبا بكرامته أمام الناس. لم أستدعك إلى هنا لكي تعظني. يبدو أنك مصر على عصيانك. كما تشاء، انصرف إذا شئت، ولكن اعلم جيدا أن زليخة سوف تستبدل قلبها بقطعة من الحجر الأصم. انصرف. لقد أصبح السجن أحب إلي من هذا القصر. بت أمضي أيامي وأنا أترقب كيدهن ومكرهن بي. يتوجب علي أن أبقى حذرا خشية أن يفترى علي. إذا كنت ترفض أن تطيعها وتمكنها من نفسك، فلما لا تلوذ بالفرار؟ سوف أعينك على ذلك. إذا هربت أكون قد أثبتت على نفسي جميع التهم الموجهة إلي. إذا اذهب إلى الملك آمن حوتب الثالث، لا شك أنه سوف يعينك. لماذا آمن حوتب؟ لا ريب أن إلهي أقدر بمراتب من آمن حوتب هذا. إنه يرى مقامي ويسمع كلامي. ماذا عن بوتيفار؟ ألا يقدر على شيء؟ لقد علم أن زليخة هي المذنبة، فما الذي فعله؟ يجب أن نفعل شيئا. إنهن تهددن بالسجن، فلنفعل شيئا قبل فوات الأوان. ربي يعلم أن السجن أحب إلي من المعصية التي تدعون إليها هؤلاء النسوة. سوف ألوذ بالله القادر على كل شيء وألتزم الصبر على هذا الابتلاء. لا مفر من أن أنتظر ما سيكون حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لم تبقى خطوة لم أقدم عليها، لم يبقى سر إلا وأخرجته من صدري، لم تبقى حاجة إلا وأفصحت عنها جهارا، لم أبقي سترا إلا وهتكته، لم أبخل عليه بالغنج والدلال. ماذا أفعل؟ نسوة أشراف مصر اللواتي هن من ألد أعدائي أشرن علي بأن أحبسه لأروض عناده وكبرياءه. بما أنك ونسوة أشراف مصر تعانين من داء واحد، فلا ريب أن الدواء واحد. أنا مثلهن أرى أن يسجن حتى يتأدب. أجل أنت محقة، سوف أقدم على ذلك. سوف يرى يوزرسيف وجها لم يعتده من مولاته زليخة، فمحي زليخة المتوهج عشقا سوف يستبدل بوجه سودته نار الحقد. يا عالي المقام، هذا أبو بيس مباشر المائدة الخاص بالملك آمن حوتب. فلتحفظك الآلهة بحفظها.
إنه واحد من أتباع آمون الصادقين في إيمانهم، أراه دائما في المعبد منقطعا لعبادة الإله آمون والتضرع إليه. إلهنا الأعظم آمون حزين للغاية منذ أيام، ثمة من يكيد لآمون ويدبر له المكائد بغرض إبادته والقضاء على معبده، أما أتباعه فهم غافلون عنه ولا يدرؤون عنه الشرور. لكنني أعرف أناسا لا يزالون يعبدون الإله آمون بكل جوارحهم، وهؤلاء ليسوا قلة يا علي المقام. أخشى أن يتفرق النفر القلائل الذين ما زالوا على إيمانهم بآمون. للأسف لا يسعنا أن نجاهر بكل ما نعلم أمام الناس، لأن ذلك سيصيبهم بالإحباط. لقد سبق لكيموني أن قال أشياء بحق أمن حوتب وبوتيفار وبدلي أن تصديق كلامه يجافي العقل. في البداية نحن أيضا لم نصدق، وقد علمنا في الآونة الأخيرة أن أمن حوتب الثالث أمر بوتيفار بتجهيز جيش لمهاجمة المعبد والقضاء على آمون وجميع أتباعه أيضا. حسنا، ولكن يا عالي المقام، لا أخفي عليك أنني تلمست من الملك أمن حوتب جفاء ناحية المعبد وقطيعة مع كهنته، لكنني صراحة لا أستطيع تصديق أنه عدو للإله آمون، لأنني أعلم أن الملك بمنزلة نصف إله، أوليس ابن إله أيضا؟ وها هنا تكمن الفجيعة، ولأجلها يعظم جرمه. من أنيطت به مهمة خدمة الآلهة بات يخونها ويكفر بها ويحرض عليها. إذا نجح في مسعاه وهاجم المعبد بجيش بوتيفار الكافر عديم الإيمان، فسيقضي على الإله آمون وعلى جميع أتباعه معه. يجب أن نفعل شيئا، يجب أن نتحرك. لما لا يصدر المحترم الإخماه أمرا بتجهيز جيش لصد جيش أمن حوتب المهاجم؟ في حينها سوف يقتل الآلاف من الناس الأبرياء ومعهم جميع كهنة المعبد في معركة فرضها المغتصب للسلطة. وماذا بعد؟ نحن لا يسعنا أن نجلس مكتوفي الأيدي. أنا أرى أن السبيل الوحيد للدفاع عن الإله آمون من دون حصول مذبحة يكمن في القضاء على العناصر التي تسعر نار الحرب. أولا أمن حوتب، ثانيا بوتيفار. نحن نبحث عن رجل يكون موضع ثقتنا ليؤدي هذه المهمة فيدخل السرور على قلب الإله آمون. لا لا، أنا لا أستطيع. أنا لن أقتل علي المقام، لن أقتل من كان من نسل الآلهة، إنه يحوز على منزلة نصف إله. لا لا أستطيع أن أفعل ذلك أبدا، لا أستطيع. أنت تعلم جيدا أنني الكاهن الأعظم في جميع معابد آمون، وأحوز أيضا على منزلة نصف إله. أوليس ذنب من كان إلها ونصب العداء لأقرانه أعظم من ذنب سائر الناس؟ ثم إنك بهذا العمل المقدس تكون قد أنجيت آمون الكبير من خطر الفناء وحقنت دماء آلاف الأبرياء. وماذا عن حقن دمائي أنا؟ ماذا عن دماء عيالي وأولادي؟ لن يتهددك وعائلتك أي خطر، أداء هذه المهمة سهل للغاية، سأعلمك كيف تحتال عليه بذلك. هل تود أن تبقى مباشر مائدة متواضعا ما بقي من حياتك؟ ألا يجدر بك أن تكون على خزائن مصر أو رئيس الزراعة فيها؟ أنا على الخزائن؟ رئيس الزراعة في مصر؟ أضف إلى ذلك مئات من قطع الذهب التي ستغنيك عن العمل حتى آخر يوم من أيام حياتك. كم قطعة من الذهب سأنال بالتحديد؟ 1000 قطعة تكفيك. ألف قطعة،
2000 من الذهب. أصدقكما القول، إن لي صديقا داخل القصر سأضطر إلى إشراكه معي، فإذا أخذت 2000 قطعة من الذهب سوف لا مانع، يجب أن نفيد من ثروة آمون في سبيل حفظه، أليس صحيحا؟ يا عالي المقام، هب أنني لم أوفق لسبب من الأسباب فقبض علي متلبسا بالجرم، ما الذي سيحل بعيالي وأولادي حينها؟ إذا قبض عليك فإياك أن تكشف علاقتك بي أو بكيموني وكبراء المعبد، وفي المقابل سيكون عيالك وأولادك في حفظ ورعاية الإله أمون. وأما إذا تجرأت وأفشيت السر فستبتلى عائلتك ومعها جميع أقاربك بلعنة آمون، وسيفنون عن آخرهم. عالي المقام، السيدة زليخة تطلب الدخول. هذا العبد الكنعاني قد عصى أوامرك وأذاع ما كان من أمرنا في تلك الليلة. أي مكيدة تدبرين هذه المرة؟ قوليها جهارا. يبدو لي أنك لا تعلم مبلغ فضيحتنا بين الناس. لقد أصبحت الألسنة تتناقل أن عزيز مصر ضبط زوجه مع بعض عبيدها، ولكنه كتم عليهما خيانتهما. لا هو سجن العبد ولا قيده بالحديد ولا حتى ضربه أو شتمه. هل تطلبين مني أن أزوج برجل بريء في السجن؟ أولا هو ليس بريئا، فلقد أذاع السر. ثانيا جئت أحثك لكي تقدم على تدبير شكلي. أي تدبير مثلا؟ لو أنك تدخله السجن، لا ريب أن حبس يوزارسيف سيكم أفواه المغردين الذين يتناولوننا بألسنتهم. ما هو رأي مولاي؟ أحتاج أن أفكر في الأمر. أنت انصرفي، سأعلمك لاحقا. بناروس، بناروس، أين أنت؟ أنا هنا أبوبيس، ماذا جرى؟ لقد جئت للقاء صديق قديم، فهل تمانع؟ لكنك قلما تزورني في هذا المكان، هل حصل شيء؟ لا أدري ماذا أقول ومن أين أبدأ الكلام. أحيانا يحتاج المرء مساعدة بعض أصدقائه القدامى ليبث لهم شكواه ويمد له يد العون. وكيف أساعدك؟ تعلم بناروس، أنا رجل ملتزم بديني، ولن أسكت على تسفيه آلهة مصر، خصوصا تسفيه الإله أمون الكبير. وأنا لا أقل عنك انحيازا للآلهة. أتطاول أحدهم على أمون؟ أجل، أنت تعرف من تطاول، سمعت وعاينت بنفسك قلة اكتراثه. أظن أنني فهمت ما ترمي إليه. تقصد الملك أمن حوطب؟ لا، شهدنا معا غير مرة هتكه لحرمة الإله أمول الكبير. ما عسانا نفعل؟ إنه الملك ولا خيار أمامنا سوى التزام الصمت أبوبيس. ليت الأمر اقتصر على هتك الحرمة، إنه يجهز جيشا لمهاجمة معبد أمون واقتلاع جذور عبادته من ديار مصر. فلترحمنا الآلهة، إذا صح ما تقوله فستندلع حرب بين المعبد والبلاط، وسيفنى خلالها آلاف من الأبرياء. إذا أمكنك أن تحول دون هذه المذبحة،
وأنتقي آمون والكهنة مما يتربص بهم. فهل تراك تقدم على الأمر؟ هذا مؤكد، لكن الحؤول دون اندلاع الحروب ليس عملنا أنا وأنت. لا يسعنا أن نحول دون أن يتذابح عسكر آمون وأمن حوتب، ولكن بمقدورنا أن نمنع أمر مهاجمة المعبد. اشرح لي بوضوح ما تقصده بكلامك. كيف نستطيع أن نحول دون أن يصدر أمن حوتب الأمر بمهاجمة المعبد؟ وهذا هو ما يؤرقني ويشغل تفكيري. لقد جئت إليك لنبحث معا عن حل لهذه المعضلة. تريد حلا؟ أي حل عساه يكون؟ هل أذهب إلى أمن حوتب وأغلق فمه كي لا يصدر الأوامر بالحرب؟ لا نستطيع أن نغلق فم أمن حوتب، لكننا نستطيع أن نخبد أنفاسه للأبد. أقسم بحق الآلهة. أسكت أسكت يا مجنون، أسكت أسكت. هل تعي خطورة كلامك؟ أتراك فقدت عقلك أو أصبت بالجنون أم أنك زهدت بحياتك؟ ديناروس، ألم تقل إنك تود أن تحول دون فناء الإله آمون وحصول مذبحة في مدينة طيبة؟ ها؟ أجل، لكن ما تقوله ليس صوابا. أمن حوتب يحوز على مرتبة نصف إله، كيف سنقتله؟ أمن حوتب ليس بمنزلة نصف إله أبدا. لو كان إلها لما خرج على طاعة آمون وسائر الآلهة. لابد من التفكير مليا قبل أن أوافق على الأمر. لا نستطيع أن نبادر من دون تمهيد. الإقدام على خطوة كهذه بقتل أمن حوتب ليس أمرا سهلا، لأنك تتناسى عظيم سطوته وبأس حراسه وجنوده الذين يحمونه. بل هو يسير، بضع قطرات من السم، لا عسكر. ولا يلزمنا عتاد، ولن نقيم حربا. لا أستطيع أن أقتل أحدا من الآلهة أبدا. لو كان أمن حوتب من الآلهة كما تزعم أنت لصار جرمه أعظم وأفدح. ثم إننا مخيران بين أمرين اثنين: الحفاظ على حياة إله واحد، أو الحفاظ على حياة الآلهة جميعا ومعها حياة الآلاف من أبناء المدينة. أنا أرى أن نحكم العقل في هذا الأمر. يجب أن نتأنى قليلا. فلا حكمة في استعجال الأمور أبدا. الوقت ضيق. ماذا لو أصدر أمن حوتب الأمر بمهاجمة المعبد صبيحة يوم الغد؟ هل تتخيل أي كارثة ستحل؟ مع ذلك ليس لدينا متسع من الوقت. أمهلني الليلة حتى أفكر. سوف أعود إليك غدا، وإذا رفضت أن تعينني فسأبادر بنفسي لأحول دون وقوع هذه الكارثة. لا أطلب منك إلا السكوت. السكوت لا غير. ماذا لو قبض علينا؟ ماذا لو كشف أمن حوتب سرنا وهو ابن الإله؟ هب أننا نجحنا في قتله، ألن يقتلنا بوتيفار وقادة عسكر مصر؟ أي بلاء سيحل بأولادنا وعيالنا وأقاربنا؟ ماذا لو بادر أبوبيس بنفسه فقبض عليه متلبسا بالجرم وزعم أنني كنت شريكه في هذا الأمر؟ لا أعرف كيف أتصرف. ماذا سأفعل؟ بيناروس. بيناروس، من أنت؟ ماذا تريد؟ الملك أمن حوتب يطلب شرابا الآن. حسنا سأحضره فورا. سيدي يوزرسيف، عالي المقام بوتيفار يطلب حضورك عنده. ما بكما؟ فهل هي أول مرة يستدعيني فيها الموقر بوتيفار للحضور بين يدي؟ إنها أول مرة بعد الذي جرى بينك وبين السيدة زليخة.
لعله يستدعيك لأمر هام. دعكما من القلق، بما أن الله معي فأنا لا أخاف أحدا ولا أحزن. طلبت منك أن تنسى خبر تلك الليلة وحذرتك من أن تذيعه بين الناس. يوزرسيف لا يجحد الفضل أبدا، إنه يرى نفسه مدينا لكم، ولا يسعه أن يكون غير مكترث لكرامتكم عند أهالي المدينة. هل أذعت الخبر أم لا؟ أنت تعلم جيدا أنني لا أفعل هذا. إذا كيف عرف الجميع تفاصيل ما جرى؟ أنا لم أكن الشاهد الوحيد على ما جرى هناك. أعلم أنني أخترق الذرائع، لم أعد أعرف كيف أصنع معك. أراك صديقا بعين وعدوا بأخرى. أنا أيضا أصبحت لا حيلة لي. لقد بات هذا القصر رغم وسعته ضيقا ومعتما علي. أنا لم أعد أطيق مراودة النسوة ولا طعنات ألسنة المقيمين في القصر. زليخة طلبت مني أن أزوج بك في السجن. حسناً، ما رأيك أنت؟ لقد أحسنت إلي امرأتك من حيث لا تدري. لم أفهم مقصود كلامك. إذا دخلت السجن فسوف يكف المغردون عن الكلام الجارح والدنيء، وسأكون بعيداً عن السيدة زليخة بحيث يسهل عليها أن تنساني. أضف إلى ذلك أن كهنة معبد أمون سيعجزون عن اتهامك بالتواطؤ مع رجل أجنبي، وأنا بدوري سأتحرر من شراكي نسوة مصر العبثات. هل حقا تختار السجن على أن تكون حرا طليقا؟ لا أحد يختار السجن على أن يكون حرا، ولكن لا حيلة لي. لقد بات السجن ملاذي الوحيد. سأذهب إلى قصر أمن حوتب، سأرى لاحقا على ماذا يستقر رأيي بشأنك. قل لهم أن يجهزوا لي العربة. بيناروس، ما الذي أصابك؟ لماذا وجهك شاحب؟ وجهي يا عالي المقام؟ لا، أنا بخير، أنا لا أعاني من شيء. أبوبيس، ما الذي أصاب بيناروس؟ إنه ليس على ما يرام. لا تقلق يا مولاي الملك، إنه مرهق ليس إلا. تناول طعامك يا مولاي، أرجوك تفضل. توقف يا علي المقام. لا تأكل من هذا الطعام، إنه مسموم. أيها الخائن القذر، السم في شرابك وليس في طعامي أنا.
نعم يا عالي المقام. ألق القبض على هذين الخائنين. لا يا عالي المقام. يا عالي المقام. ارحمني يا مولاي. سيدتي ارحمني. أرجوك أن تغيثيني. ارحمني يا عالي المقام. أنا أتوسل إليكم. سيدتي أرجوك مولاي. مهلا. أريد أن أعرف حقيقة نواياكما. يا عالي المقام، هذا الخائن كان عازما على قتلكم، صب السم في كأس شرابكم. إنه يفتري علي يا مولاي، هو الذي ناولني السم وحرضني على أن أمزجه بشرابكم. حسنا جدا، أمركما بأن تتناولا الطعام والشراب، وإلا سأقتلكما وأحتسي الشراب بجمجمتيكما. أنا لم أضع سما في كأس خمرك يا مولاي، أصدقك القول. لقد حان دورك، كل الطعام وأخبرني عن مذاقه، كله عن آخره. هل رأيت كيف شرب بيناروس الشراب كله؟ هيا. يا عالي المقام، لا يا عالي المقام، لقد أخطأت، ارتكبت الخطيئة، اصفع عني بحق الآلهة، أرجوك اعفو عني. خذوهما. أرجوك يا عالي المقام. سامحني يا مولاي. اشفع لنا يا مولاتي. اصفع عنا يا مولاي. سامحنا. سامحنا يا عالي المقام. سامحنا. خيانة، خيانة، ثمة من يدبر المكائد لي من داخل قصري. اضربوا عنقي هذين الخائنين حتى ينالا جزاء جريمتهما. أمر مولاي الملك مطاع دوما، لكنني أرى أن نتريث قليلا. تريد أن نتريث؟ هل تراك تمهل الخائنين؟ لا يا مولاي، يجب أن نتأنى قبل الإقدام. أقترح أن نتريث ريثما نقبض على أعوانهما. لا ريب أن هذين كانا ينفذان أوامر صادرة إليهما وليس من تلقاء نفسيهما. سأخدعهما على الفور للاستجواب بنفسي. لا بأس، تحرى لي عن مصدر التحريض وأطلعني على النتيجة، أنا في الانتظار. حسنا، أريد أن أسمع منكما تفاصيل المؤامرة. تكلمي أبوبيس، من هم الذين حرضوك لكي تضع السم في الطعام لتقتل أمن حوتب وسائر أفراد العائلة؟ لا أحد، أقدمت على الأمر وحدي يا عالي المقام. لماذا؟ هل أساء إليك أمن حوتب بفعل أم قول؟ فعلتها لأنني سمعت الموقر أمن حوتب يأمرك بأن تغير على معبد الإله أمون لكي تدمر أمون ومعه كهنة معبده بضربة قاضية. قلت سمعت؟ كيف؟ وممن؟ لم أسمع من أحد، سمعته بنفسي. أجل، سمعته بنفسي، كنت أقف خلف باب مدخل القصر فسمعت كلامه. تكذب. حينها تعمدت أن أتفقد ما وراء باب المدخل خشية أن يسترق أحدهم السامع. لا بأس، سوف تجهر بالحقيقة لاحقا. وأنت تكلم. أنا لا علم لي. بالأمس جاءني أبوبيس وقال لي إن أمن حوتب قد أمرك بمهاجمة آمون ومعبد مدينة طيبة لتدمرهما.
ثم حرضني على أن أضع السم في شراب عالي المقام، لكنني لم أفعل ذلك. رأيت كيف أنني سلمتك السم الذي أعطنيه. هل كلمك أحد آخر بشأن قتل الملك؟ أو هل رأيت أحدا يكلم أبوبيس بهذا الخصوص؟ لا لا، لم أرى. أنا لم أرى أحدا غير أبوبيس سيدي. سنعثر عليهما في القصر. سنبادر إلى تسريحهما إلى سجن زاويرا سرا، ومن غير أن تكشف هويتهما على الإطلاق. هل هذا مفهوم؟ الأسود والأبيض، الحر والعبد، الرجل والمرأة، كلهم أبناء آدم، وقد خلقهم الله جميعا بمنزلة واحدة. لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى والفضائل. كلماما، قلما تأتي إلى حيث يقيم العبيد. لا ريب أن ثمة أمرا خطيرا. هل يسعني أن أكلمك على انفراد؟ السيدة زليخة قصدت زوجها بوتيفار وطلبت إليه أن يزج بك في السجن. عليك أن تستنقذ نفسك قبل فوات الأوان. وماذا عسي أفعل؟ يكفي أن ترمق السيدة زليخة بعين الرضا، حينها سيصلح كل شيء. أسمع كلام الشيطان يخرج من فيك. لقد سلطكم الشيطان علي، ثم بذر في صدوركن بذرة الحقد علي، فما دمتن مطيعات للشيطان لن تخمد نيران هذه الفتنة، ولن ترين مني إلا الصد والعصيان. إذا لم يصرف الله ربي كيد هؤلاء النسوة الماكرات عني ليدخلني في حصنه المنيع، فلست أعلم إلى أين ستؤول هذه الفتنة. ماذا قالت؟ ما الذي تريده منك؟ حسنا هويا، أنا سأشرح لك الأمر. يتوجب على يوزرسيف أن يختار إما زليخة ونسوة مصر أو السجن. أعوذ بالله تعالى من كيد النساء. أختار السجن والأغلال، فإن محنة السجن وإن طالت سوف تنتهي إلى أجل. لكن لا أحد من الناس يعلم مبلغ مكوث الزنات في سعير جهنم. أي جهنم؟ ترجح السجن على الحرية لتنجو من جهنم لا وجود لها؟ لم أرى عاقلا أبدا يختار محنة السجن على أن يكون مع الحسنوات من الأشراف. جاء رودامون. ما بك رودامون؟ لما أنت حزين هكذا؟ أرى أن الموقر بوتيفار قد استقر رأيه على سجني. قلت لم ترى عاقلا يختار ماذا؟ لم أرى عاقلا يختار محنة السجن على أن يكون مع الحسنوات من الأشراف سيدي. فلنذهب رودامون. لا تقطب حاجبيك، فيوزرسيف ليس خائفا ولا محزونا. فلنذهب. سيحضرونه بعد قليل. سأرجع إليكم من فوري. ولكن ما الذي يجري هنا؟
أخيرا أقدمت زليخة على ما هددت به. سيساق يوزرسيف إلى السجن. أنا جاهز. نعلم أنك بريء ولا ذنب لك. أيها الشاهد الصغير، إنهم يتجاهلون شهادتك الحق، وها هم يسوقونني إلى السجن. إنني راض برضا الله، ربما كان هذا قدري. اعتني به جيدا. هذا ما تجنيه حينما تصر على التمرد على أسيادك. بل ابتليت بالسجن والأغلال لأنني أطعت سيد السادات ولم أعصي له أمرا. إنه أشد ما يبتلى به المخلصون من عباده ليرفعهم درجات. ولكن كيف سنستطيع أن نصبر على فراقك سيدي؟ دعك من القلق، السجن عندي بمثابة الخلاص من المحنة. أحمد الله ربي الذي استنقذني من سجن هذا القصر ومن سجانيه. رئيس السجن زافيرا كيدامين من أعز أصدقائي، سأوصيه بك. إن أعز أخلائي موجود في سجن زافيرا أيضا، إنه الذي خلق صاحبك كيدامين. لا حاجة بي إلى التوصية. Ha ha ha!
هيا انطلق. فليحيا عالي المقام باراموا. شكرا لك. الموقر باراموا، لماذا تكبدت عناء المجيء بنفسك؟ إنها أوامر الموقر بوتيفار أن أحضر السجن بنفسي. تمهلوا أيها المساعد. هذان الرجلان هما مباشرا الشراب والطعام عند الملك أمن حوتب بيناروس وأبوبيس. لا يسمح لأي كان بأن يرهما أو يكلمهما، لا أحد أبدا. وإذا ما سأل أحدهم عنهما فبلغ الموقر بوتيفار من فورك. واحرص على أن تحبسهما في زنزانة بعيدة عن مأوى سائر المساجين. سمعا وطاعة مولاي. هل تسمح لي بأن أسأل عن جرمهما؟ محاولة قتل أمن حوتب وأفراد عائلته. حذاري أن تكشف أمرهما. نعتقد أن ثمة من يترصدهما ليقتلهما. عليك أن تحرسهما جيدا. أمرك مطاع سيدي. خذوهما من هنا إلى السجن الانفرادي.
سجين آخر؟ أجل، الموقر بوتيفار أمر بإرساله إلى السجن. يقولون إن هذا السجين يفوق جميع من تعرفهم شرفا وعلما وكرامة. أليس هذا العبد الذي يعيش في قصر عالي المقام بوتيفار؟ أجل، هو بنفسه، اسمه يوزر سيف، وهو المستشار السابق لعالي المقام بوتيفار. تستطيع أن تنصرف. السجن لا يليق بك. ماذا حصل حتى ينتهي أمرك هنا؟ جرمي أنني عصيت ساداتي ومواليه. سوف تتعلم هنا كيف تكون عبدا طائعا. ولكن كلما نظرت إليك زدت يقينا أنك لست من العبيد. لا تقل ما يسوءني، أتمنى أن أكون عبدا طائعا. لننتظر ونرى إن كنت صادقا. أشدد عليك أن تتجنب العراك مع سجناء زفيرا، إنهم مخلوقات خطيرة جدا. خذوه إلى السجن العام، جردوه من الحلي التي معه، ثم ضعوا الأغلال في قدميه.